الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. في الأيام الأخيرة من محرم الحرام وفي هذه اللحظات نقف مصلين على الرسول الأكرم وآله مستقبلين سماحة الشيخ الأنصاري بأفضل الصلوات. جقلدنا الدعاء شفاء المرضى، فك الأسرى، أموات الحضور، تعجيل الظهور، رفع الهم والغم عن بلادنا، عن مقدساتنا، خاصة في النجف، في كربلاء، في الكاظمين، سامراء، في العراق، في لبنان، في إيران، في أفغان، في الخليج، في الحرمين الشريفين، حفظ شيعة البحرين، شيعة الحجاز، سائلين الله سبحانه وتعالى بنصرة مقاومينا مجاهدينا، خاصة في بلدنا الجريح العراق، سائلين المولى بحق هذه الأربعينية وبهذا الشهر الفضيل شهر الأحزان على محمد وشيعتهم، سائلين المولى سبحانه وتعالى التوفيق للجميع على روضة علمائنا وشهدائنا وحفظ حسينياتنا، خاصة في بلاد المهجر. رحم الله من يقرأ الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله يا حبيب الله وعلى آلك المعصومين الميامين المنتجبين الطاهرين، لا سيما من كان للرسول ولدا وللقرآن سندا وللإسلام عضدا وللشيعة كفا ومعتمدا صبط الرسول وقرة عين البتول الغريب بلا ناصر شيد العراقين الضامي النغرين مولانا ومولى الكونين أبا عبد الله الحسين يا حبيبي يا طبيبي يا حسين نور عيني يا حسين يا ابن أمي يا حسين
خذ الماء من عيني والنار من قلبي. خذ الماء من عيني والنار من قلبي ولا تحملوا للبرق منا من ولا السحب تحسبوني ران وجدي تنطفي ولا تحسبوا ولا تحسبوني ران وجدي تنطفي بطوفان ذاك المدمع السافح الغربي يا وتفقد على سادتي في كربلاء يا ما أنساكم حر القلوب على الظما يا أبويا أنساكم حر القلوب على الظما وتذادون ذود الخمص عن ساغ الشرب أنسى وغال ينسى وأنسى طراد الخيل فوق جسومكم أنسى طراد الخيل فوق جسومكم وما وطأت من موضع الطعن والضرب أنسى يا أخي يا من قد حرقنا وأدمعا سكبنا وأحرارا يا هتكنا من الحجب تشاطرتم في غير رجالا ونسوة على قلة الأنصار جئنا ننشد كربلا مضيعين غام بغزينا بقلويم يسرين جئنا ننشد كربلا عن النزيل قل خبريني وقولك ما يزيل هاي العد المرحوم الحاج زاير هاي اللي يقول الإمام الحجة سلام الله عليه قالوا له من مات يا عمي انت هم شفت شي قال انا هذه كل سنة اجيبنها لكن شفت الإمام سلام الله عليه يضرب رأسه كلما يسبع نادب يندب بها وين في أيام الأربعين متى بالله خبريني وقالك ما يزيل ما يزيل
ان جان قلت لي عاون العلي الموج بلو جاع دم خلينا كل ما اقول هالواقفه زينب ام جالس ارى صاحب الزمان يضرب على راسه وينادي وعمتها وزينب لكن شي جاوب الاخر يقل لريت حيدر ينتخض بركوب شوف سكنة ميسرة ومسلوب صيح جدي شوف طش انغل عذور بويا ما يجي ويشوفنا بهذا اليسور والله ما يجي ويشوفنا بهذا اليسر عقب ما نخبى وحللنا واليزور والبتشت بمتون غمضروب بويا من الضرايا يا بسود المتون وفرق سال والدموع تسيل ما سالت مزن هاي راد الغيقوم ابن الحسن يلكد حصانه ويجي محروب يلكد حصانه ويثور بالحروب يطلب بثارات زينب والضروب ريد درب الشام لا مربي ركوب من بعد ذاك السبي بدروب بالدروب تصيح تنوح ما ناح الفصيل واسم ابوها خاطب عرش الجليل من يظن بالناس بتحام الدخيل فوقنا كم سلمة ومسورة قل اخويا اخويا يقلوا اللي غايخ تعبى اي والله يقلوا لي غايخ اي تعبى صعبى يا اسراع المروة والله راعي المروة وبيننا ماس فوق الرمح يا اخوي هالراس يا اي والله فوق الرمح راسا ياك يا جئرنا اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. من جملة الأيام والبقاع التي يشار إليها خاصة في هذا الأيام في هذه الأيام وفي هذا الزمان في مكانات أو أمكنة جدا عظيمة تنقلها الروايات لنا، أعظم هذه الأمكنة أكو شعار عندنا لربما الإنسان ما يعرف أو لربما الإنسان تهوي به بعض الأفكار على أنه كيف يستعد حتى يتقبل هاي الأشياء. أكو خطوات، أكو مسائل، أكو قضايا بالشرع المقدس بالشريعة الإسلامية تذكر، والذكر لعد هذه الأشياء يريد لشوية واحد كونه
يطول باله عليها حتى يهضمها. من جملة هذه الأشياء قداسة كربلاء. كربلاء وقداستها، قدسية كربلاء. بعض الأحيان تشوف واحد يشير لعد كربلاء كإنسان عادي أو كإنسان موالي ومستميت في كربلاء و... لكن أنا لما أجي لعد الروايات، لما أجي لعد بعض الأفكار العقائدية تشرح مواضيع كربلاء بحيث من بداية الخلقة عندنا رواية والمشتركين بالرواية كلهم من أهل الثقة وأهل القبول. يذكروها علماءنا، لهذا أكو بحث يقولوا له بحث المفاخرة. بحث المفاخرة يصير بين الأولياء، بين الأنبياء، بين وبعض الأحيان هذه المفاخرة عدنا إياها بالروايات في الكعبة وكربلاء. لهذا لما نأتي إلى الكعبة يقولون دحيت الأرض منها، أرض الكعبة صار فيها دحو الأرض، دحيت منها بعدما ابتلت وبعدما أغطيت بالماء، أغطست بالماء، فمنها بان. لهذا يقولون بعض يقولون عندنا أراضي أربعة التي ضجت حينما غطست بالماء، منها البيت المعمور، منها النجف، منها كربلاء، منها طوس. سبحانه وتعالى كرمهن وشرفهن بحالة تتميز عن بقية الحالات. لكن في كربلاء لما علت الكعبة، طبعا العلو واحد يقول كيف، احنا عندنا اللسان بس اللي بيني وبينك لأنه أفهمك وتفهمني زين. إلى الآن اكتشفوا بآلاف اللغات، الآن يقول لك آلاف اللغات موجودة. إحنا إذا نتعلم اللغة شكثر، أكبر واحد يتعلم اللغات شكثر عمره بالستة وخمسين أو سبعة وخمسين سنة، يتعلم تقريبا 3 إلى 45 لغة. لما تعلمهن أصبح ولا يدري حتى لغة الأم، جال النسيان وانطفأ قبل كم سنة. لكن في أشياء أخرى، اليوم أكو بحث علمي حول لغات الجسد، حول لغات الأرض، الشجر. بس اللغة اللي احنا نفهمها هاي لا، أكو تحاكي، أكو محاكاة تصير بين هذا وذاك زين. الشاهد وما نطلع من الموضوع على أنه بعض الأراضي عدها أسلوب وعدها طريقة تختلف تماما عن كل شيء. يقولون الكعبة تمايزت فتفاخرت على الأرض، على بقاع الأرض بأكملها زين. لما تفاخرت على بقاع الأرض أنه هي الأشرف وهي التي نتج منها شنهي الجفاف اللي موجود، فمنها دحيت الأرض وابتلعت ماءها زين. هذا الباب، هذا الشيء، هذا الأمر، فتعالت الرواية هيش تقول، تقول قيل لها إن الله خاطبها، خاطب الكعبة كفي وقري، هو قري، كفي وقري، فما أعطيت وما فضلت كربلاء أكثر منك، فأنت كالغامس إبرة
في بحر، انتبه لي شوي، غامس إبرة في بحر، فما تحمله الإبرة من الماء كذلك فضلك إلى كربلاء. انتبه شلون يا مولانا، تحط الإبرة بالمي وتستخرجها، اش كثر بها بلل، هكذا فضلها على البحر أو من البحر. ففضلك على كربلاء أو من كربلاء كغامس الإبرة في الماء. خلق الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق الكعبة، هاي رواياتنا بالخلقة، هذا عندها باب، بس إحنا لأنه الاعتقاد موجود، لأنه الأمور موجودة، فالمقدمات ما يحتاج الإنسان. ب24,000 سنة لا ندري من سنين النور، من سنين الدنيا أم الآخرة، أول ما خلق الله سبحانه وتعالى الطينة أو النورانية التي في كربلاء. زين، هذا بالنسبة لعد خلقة الأرض. ما مر أو ما بعث أو ما أرسل نبي إلا وعرفت له أو تعرف على كربلاء، وما يجري فيها إلا ودمعت عينه وجرى دمعه وحنينه في كربلاء، وهي تكون أفضل البقاع التي تنقل أو تزف في الجنة، فلا يسكنها في الجنة إلا الذين حصلوا على درجات من العليين، ولا يكون هؤلاء إلا من أولي العزم والأئمة المعصومين. مسكن كربلاء مسكن جناني، مسكن علوي، مسكن بحيث أنه من جملة الأشياء الصامتة التي تدخل هناك هي كربلاء، فدخولها بالجنة وضعها بالجنة يختلف. في رواية لا يسكنها إلا النبيون والأئمة عليهم السلام، أو النبيون ممن يضاهي أو يؤيده أولو العزم. واحد من العلماء سأل واحد، قال له أريد أشوف لي معجزة أو كرامة مثل ما يقولها هنانا، قال له إذا دخلت الحرم فانظر إلى الشباك، شو تشوفون على الشباك بوي؟ ها؟ يو تشوف لك قماشة، يو قطعة، يو شوية ذهب والضريح فوق الضريح. قال لهذن كلهن علائم من الكرامات، أنه يو انقضت حاجته يو حطها وقال له أريد تنقض حاجتي، فكل واحد وعنده. لهذا يسولفون قصة، انشهرت هذه القصة بزمن من الأزمنة الفايتة، يقولون امرأة من البصرة هذه تصنع كبة، كبة العراقية، تخلي بها لحم وطيبة اللي يمرون عليها مشاية، فيجون يقولون والله موكب الحجية موكب هاي الزائرة طيب والكبة مالته طيبة، يقول ذيك السنة ما صح لها لحم، فنظرت ابنها تخاطب الحسين، سوى إلي مثل ما يقول عجل أو شيء حتى وإلا ما أقدر أطلع من الخجل. قامت تبكي، بوين تدعي لك دعاء؟ قالت يعني هو هذا ما يسوى يصير ذبيحة للحسين؟ شاء أم الأكبر وأم القاسم وأم فلان وأم فلان كل نقدمن، وهذني أمهات الشهداء لهناش قد قدمن، أنا ما يصير أقول
مكلبة بهذا الشي اسمه، وباشر على أساس تقوده ابنها ايش كثر عمره ب 12-13 سنة ما يدري شنو ماشي. قالت له قال لي أنا بالخدمة. هسه واحد سمعناه أنه ذكرى المرحوم الحائري في كتابه باع ابنه، واحد لعد بنته، بس هذه تريد تطلب أنه يتبدل. شوف الفكر اللي عنده هسه، شوف ايش قضية بسيطة. يقول الصبح دقوا الباب عليها اثنين مثل الوجوه الطيبة، قال والله شفنا الحسين البارحة يقول هاي الذبايح اللي عندكم تعطونها للحجية حتى تكمل فيها كبته. واخو ما يرضى ايش يسوي، بس شوف احنا فكرنا وين هو وين. فليش؟ لانه مشاية الحسين او جماعة الحسين ياخذون منه. فالقضية العقائدية او القضية الانسانية في كربلاء عدها شيء وعدها زخم هائل كبير، مو كل احد يعرفه، مو كل احد يوصل له. فطرة زين. هسه تشوف ايش قد رايح ناس بزمن الطاغية صدام، منع بويا قدر يمنع، منع العدد الكبير، لكن هل خلت كربلاء؟ ركضة طويريج اللي يسمونها ركضة طويريج، أصلها منين إجا؟ شلون إجا؟ هي الأصل مالها يقولون لما اجتمعت الشيعة إجت من مناخات متعددة وفرت من مناطق متعددة حتى لا يحصرها الجيش الأموي، لأنه الجيش الأموي اليوم إذا تشوف ترسانة الجيش الأموي في كربلاء خلف كل تلة وكل نخلة تشوف فيها مضمون من المضامين، تشوف مضمون من المضامين. الحرب التي وقعت مو مثل ما احنا ترى نتصورها انه دقيقتين وخلص، وما يجي واحد بعشرات الالوف، اكثر من 120,000 بعض المقاتل تذكر، دول بس الحاضرين في كربلاء. اللعبة ودور مهم، انت شايف لك 12,000 بس رمات، دول تالي الجمعة وين بس يرمون على المخيم؟ شلون عالجها الحسين وفرد سعد؟ لا، الحسين حتى يقولون الخيام التي تصد النبال أذني حطاهن، اكو خيمة تنصب وخيمة اخرى. اليوم اكتشفوا الرصاص ما يصد شيء إلا بيوت العناكب، بيت العنكبوت هاي قاعد يسوونه خيط سلك ويحيكونه، فاللي يلبس هذه هذا اللباس هذا الدرع اللي مسوينه من بيوت العنكبوت هذا بفاصل قريب ما تأثر فيه الرصاصة. اليوم ما يلبسونه إلا عدد خاص زين. فأنت لما تجي تشوف هذا الباب موجود، فالحسين خو عنده العلمية الأكثر، أكو مواد كانت في بعض الخيام ما اشتعل بها النار، بعض الروايات تقول دعا بها الحسين عليه السلام، لهذا هذه شقت، هذه نهبت. وأكو بيوت يقولون ما تخرقها السهام، هذه بناها الحسين عليه السلام. يعني فتح حرب عجيبة غريبة صارت، مو مالت 10 و20، مو أنا البارحة أكتب لك يا ابن رسول الله وأنا من الكبار، مو اللي ضايع بالحابل والنابل، من كبار القوم يكتب، من القيادات الذين حاربوا الحسين يكتب اقدم علينا، وما اعتقد بهم مثل ما يقول. لما كتب مسلم بن عقيل وشافهم لقد أينعت الثمار وإن الرائد لا يكذب أهله، قبل يودون واحد من اللي يعرف الأرض وعدها عشب وكذا يقولون لأبويا شوفونا الناس تعزب تأخذ أجلكم الله حيوانها وكذا، وطلعوا منا طلعوا منا، فهذا يقولون للرائد، فإن الرائد لا يكذب أو لا يكذب أهله، يعني إذا يريد يكذب ما يكذب على أهله، فهذه الأرض جاهزة لا
لقد أينعت الثمار، هنا موجود شيء، تعالوا كتب مسلم عليه السلام اجا 180 من القيادات في كربلاء كانوا قيادات، ولا واحد منهم طلع، حتى الحر لما رواه الحسين عليه السلام قال له هاي شو اسمه، قال له يا ابن رسول الله والله لم أكتب أنا لك منه، أنا لم أكن من الكاتبين لك، لكن البقية اكتبوا. الشمر ايش اجى يسوي اللعين في كربلاء؟ لما اجى الشمر كان يفتش الشمر على اليمن، يفتش بالمخيم أنه الخيمة اللي ما أشوفها لا تحرقونها. ليش؟ قال لهم أريد أشوف الخراجين المليانة بكتب الكوفة. فيقول صاحت به زينب أن الحسين له علم السماء والأرض، علم لدني، فإنه أحرقها. وأنا أقول له ليش تحرقها يا أبا عبد الله؟ يقول لأن فيها أسماء أخشى أن يحظوا بها، يشيلونها يشوفونها زين، وإذا أخذوها شي يسوون، فيعاقبون ممن وجد اسمه، وإن لم يجدوه وإن اشترك بقتله فيعاقبوا أهله، يصير بلاء على الأهل، يصير ظلم على الأهل ولو هو معاهم. هذا يا رحمة الله الواسعة، يا بابا نجاة الأمة، يا سفينة النجاة. فتعال لعد كربلاء. فكربلاء حدثت فيها حوادث، وهي أيضا بلغت المدى الرفيع والأوفر، وين؟ حتى بالخلود، حتى بالجنان، أن الكعبة إذا افتخرت فيقال لها كرامة المؤمن أفضل من كرامة الكعبة. لكن تعال لعد الحسين عليه السلام، الإمام الصادق يقول له مولانا تقطع أيدينا، تبتر أرجلنا، تسمل أعيننا، تسمل العيون، تقطع الأطراف، زين، يقولهم فاذهبوا، يبكي ويقول اذهبوا، لأنه كانت كربلاء اللي يروح لها يكون يط إيد مدة، كانوا يكون يط فلوس، يط دينار آنذاك، ناس تشتغل طيلة السنة حتى يحصلون على المبلغ حتى ينطون ويطلعون، وناس كانت تقدم الأيدي. صاحوا مرة من أراد الدخول فليقدم يمينه، واحد قدم الشمال ماله ويقولوا له قدم اليمين، قال لهم العام قدمته أو قبل مدة قدمته. فكربلاء برمتها بأبهتها تدخلت بها الروايات، والروايات الصحيحة عندنا مو روايات واهية، حتى في مكانها الحسين القبر الشريف هو المركز، إلى أذرع بعض يقولون 10 إلى 11 وبعض يقولون فراسخ، فراسخ هذه الأرض تجمع وتنقل إلى الجنان، والأخ مو بس بالقبر، لكن أكو شيء بالنسبة لعد الشفاء، له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر، وذرية درية منه 9 أئمة حق لا 8 ولا 10. زين، التربة التي عند الحسين عليه السلام، أكل التراب فقهيا عندنا إحنا حرام، إلا تربة الحسين، ومو هوايها، بمقدار حبة القمح يأكلها الإنسان بنية الشفاء. كان طبيب موجود الآن في أمريكا، أحد الإخوان ينقل عنه، كان رئيس
مستشفى في أصفهان، وكان هو المشرف على أهل الأمراض السرطانية. هو يقول بعض الأحيان أشوف واحد من المرضى، نوع من المرضى عندنا، أشوف عنده نوع من الهدوء، من السكينة، كل شيء نقله عنده نوع من الهدوء، عنده نوع من التوكل، من التوسل. يقول الحبوب اللي عنده أطلع حبة من الحبوب أخلي فيها شوية تربة الحسين، من بعد مدة يتشافى. اعطيني وحدة أخرى، ارتحت البارحة، قلت لا هاي فد وحدة، يوتشفى وما تشفى، أمزح وياهم. شنو هذا الحبة، منين تجيبها؟ قال أنت ما خصك. يقول لما يشفى، لما كذا، أقول له والله جماعتي كيف سويت؟ أقول لهم والله وضعت له شيء من تربة الحسين عليه السلام، تربة الحسين سلام الله عليه، الله جعل فيها الشفاء لكل داء، لكل داء. الصلاة عليها، الصلاة على تربة الحسين تخرق الحجب السبع. كل صلاة لما تصعد إلى سماء بوابة الصلاة يقولولها لما يفتح الباب فيستشموها الملائكة، تصعد للثاني أكو شم خاص، إلى أن تصعد للسابع. بعض الأحيان صلاتنا تصعد للسماء السابعة فترمى على رأس صاحبها، لكن تربة الحسين إذا صليت عليها الشان ما كان يمشي لها. شيء عجيب غريب في هذه التربة، لهذا المشي إلها شوف شلون صار. يقولون إجوا ذول المجموعة، صاروا بمناطق طويريج، وإجوا منك ما لحقوا، زين. ففي رواية أنه من هناك صارت عادة عند المؤمنين أنه إحنا ما حضينا بزمان كربلة ولا بأرض كربلة، فنركض حتى الدعاء اللي دعوا الأئمة لهؤلاء يدعون لنا. يقول ذاك العالم فرأيت يترأس ركضتنا ياهو صاحب العصر والزمان عليه السلام، هو يركض قدامنا. فركضة طويريز هسه الاسم هي يركض، بكل مكان تقدر تركض ويركضون، كل مكان وكل مقام وكل أرض إذا دفن فيها معصوم نبي أو وصي بآداب الزيارة يجب عليك أن تثقل شوية شوية تمشي، ها؟ أكو أذكار تسويهن. إلا تربة الحسين، فمن أراد الزيارة له فليسرع أو فليهرول. حتى الهرولة منين صارت؟ يقولون الهرولة اتخذت من بنت رسول الله، من بنت فاطمة، من السيدة زينب سلام الله عليها، وحدثت حوادث عجيبة غريبة. بهم يقولون لا، من ركضة الحسين، لأنه كانت صارت فيها ركضات كثيرة، ركض الأصحاب وبنو هاشم، الأكثر يقولون بنو هاشم، زين، ركضوا إلى علي الأكبر، الحسين ركض إلى العباس، ركض إلى القاسم، لكن أكو ركضة مدمية للقلوب، ركضة زينب على التلحافية، ما إجت ولابسة، لا، هذه بيها إشعار عجيب غريب، ركضت حافية حتى التل شلون انصنع، هذه الأرض وهذا التل شلون مقدس. أنت إذا تروح لعد المخيم يقولون لك أطراف المخيم صار نوع من الأخدود، حفروه زين، والحفر اللي صار بالمخيم، الحفر اللي صار بالمخيم أجج نار، التراب الإمام الحسين هي رمل كربلة،
التراب أمر لا هذا التراب يحمل. أنت شايف المخيم لعد التل إيش كثر بعيد؟ بعد واحد يشيل تراب منك ويجي. يقول كل واحد من الأصحاب اشترك على أنه يأتي بهذا التراب. واحد مثل ما يقول يشيل لزنبيل، واحد يجيب الناقة مالته، إلى أن بنوه. يقولون شفنا الحسين عليه السلام جلس عليه، لكن مثل الواحد يخم له شيء، يفتش على شيء، شين اللي يفتشه؟ لأن فيها عروق من الشوك من الكذا، فالحسين عليه السلام يأخذها ويرمي بها إلى جانبه. يجي له، في رواية العباس، في رواية بعض الأصحاب يقول يا ابن رسول الله في شيء حتى إحنا منسوي لهم له، هذه علي أنا. لما يرفع رأسه يا ابن رسول الله رجاء إذا في أمر، يقول يرفع رأسه الحسين ممتلئا من الدموع، خضلت لحيته لكن بغير صوت. يقول له سيدي أنا تجرأت سألتك؟ يقول له ها هنا ترتقي بنت فاطمة حافية، وهذا شوك وهذا بيها مثل ما يقول عيدان وكذا، فما أريدها لعد أهل المعنى طبعا. هذا فالتشكيلة عجيبة غريبة. زين، وفي مثل هذه الأيام، في مثل هذه الأيام مو يجي لذاك أحد الشعراء يقول كل ما أجي وأشوف أنه وهناك. زين، ويقول لي تعال أنا أزورك وأنا أخذك. يقول واحد أجا من بلاد بعيدة من المؤمنين الشباب، هذا أجا قال إلهي بزمن السيد أبو الحسن الأصفهاني الظاهر. يقول أجا من إيران وقعد بكربلة يزور 40 ليلة من ليالي الجمعة. زين، وين كربلة؟ يقول هذا يجي إلى ليلة 40 من 40 ليلة، تصادفت 40 أيام 40 مثل هيك أيام، نخلي له شال علامة سيادته، ربط طرف من الشال برقبته، شد رقبته، والطرف الآخر شد بالضريح، وينادي نوب يقوم نوم يقعد. اجوا جماعة قالوا لعمي فكنا من هال ناس تريد الزور، ناس تريد، قبل ما كان هالقد زحمة، مو مثل هسه. فيقول هو مثل ما يقول سيد بن رسول الله، هو ضاجت بي، قال سبحان الله ظاهر عملي أنا مو مقبول، عملي أنا ما هو ترس عين، والظاهر سيادتي هم بها أشياء أشكال. فشال الشال من رأسه، وين زدته؟ تعال الضريح، قال له هذا الشال إلك، وأنا جاي قلت يو أشوفك يو أشوف ابنك صاحب العصر والزمان. والظاهر أنا لا عيوني، أنا ما أقول لك ما تنشاف، لكن أنا ما عندي هاللي. أو طلع، يقول طلع قبل أكو سوق مو مثل هسه بين الحرمين وحدهم أكو سوق، يقول يتمشى وإذن بسيد يحتضن. يقول له وصلت مولانا؟ ليش زعلان بلهجته بلغته؟ يقول له شو أقول لك، وأنا أولي اللي 10 شهور وصادفت 40 وقلت أشوف سيدي ومولاي. زين، ما شفته، طردوني من الحرم. تعرف شنو طردوني؟ الظاهر أنا أماني سيد. يقول احتضنه ويبكي، قل لا لا تقول هيك. يقول له شفت الحسين ما جاوبني، قلت بلكت هو يجاوبني ويدخلني على صاحب الزمان ويجيبه وأشوف هالنور هذا. شفت شو صار حكي علي، جايش تسوي وليش رابط روحك؟ فشفت نفسي السيادة هم ما عندي فرميت. قال له وين شالك؟ قال له رميته على الضريح. يقول احتضنني وبكى مرة ومرة ومرة، قال لي تعال اشتري لك شال. يقول سبحان الله السوق معزل إلا واحد شايب، قال لي هذا الشال هذا مال السيادة مال ناس السادة، فاشتراه ووضعه في رقبتي ورأسي، عممني بطرف منه وطرف خلالي إياه مثل العمامة مسدول. زين، وخلاه على رقبتي شاله إلي. يقول وأنا أبكي، أنا أبكي
قلت له مولانا كل شيء سويت سويت جزاك الله خير الجزاء، بس وانا حاجته ما اعطوني اياها. قال لي شو انت شو تريد؟ قلت له اريد اشوف الحسين، اريد احضنه، اريد اشوفه. قال لي هذا الطلب اطلبه لعد يوم القيامه يوم الشفاعه. قلت له زين اذا ما يصير شائبنا ما يصير اشوفه، صاحب الزمان هم ما يصير اشوفه. يقول بكى قال لي هذا الحضن كله وهذا الشيء كله ان شاء الله الله ييسر لك، انا هم ابنهم، انا هم ابن الحسين. يقول طلعنا قال لي دخلينا نروح نصلي، السيد ابو الحسن قاعد يصلي وجاي هنا لعد كربلاء، خلينا نروح نصلي وراه. يقول جيت من جيت انا شفته هو سبقني طلع بس قام يصلي قدام السيد ابو الحسن، السيد ابو الحسن منتظر بس هو قال الله اكبر، السيد ابو الحسن قال الله اكبر. قلت سبحان الله، يامرني اصلي ورا السيد وهو يصلي قدام السيد، والله انا اريده بس يجي اريد اسال لنا شنو هذه. يقول طلع من يم السيد اجى زار، قلت لهم بويا هذا السيد وين راح؟ قالوا توه طلع. مشيت اسال عنه، جيت لعد السيد ابو الحسن قال له بابا شا احنا اذا ما نصلي وراه نصلي وراه. هذه الايام زياره الامام الحجه، رؤيه الامام الحجه، رضا الامام الحجه عليه السلام اللي ما يركض وراء ائمته واللي ما يدور على ائمته ما راح يوصل. فسيدي ومولاي يا ابا صالح، بحق هذه الزيارات وبحق هذه الاقدام التي ترفع لزياره جدك الحسين ارحمنا واستر علينا واقضي حوائجنا. زين، واكو شيء اقول لك سيدي، هذه الايام زينب سلام الله عليها تجي عمتك، بس وين هاي العمه؟ اكو قضيه ما ادري اذكرها لك او لا، قبل شهرين ثلاثه احد العلماء من اساتذتنا دز لي فد مسج جدا لطيف، ينقل أحد الرواديد جاي ما أدري من المشهد من قوم من أصفهان ما أدري رايح للحرم يقرأ، خلي له شرباية كرسي بحرم العباس على جهة زاوية وينعى والناس تبكي، كل ساعة ونشوف شايب إجا من بعيد إجا وأخذ من تلابيب وياخذ هذا القاري ونزله، قال له لا تقرا كل هذا كذب ماكو صدق. قلت له ابوي ايش صاير عليك؟ شنو ايش عندك؟ هذا كذب، انت متكذبون تقولون العباس كذا وكذا. نزل تخربط المجلس، ابوي قل لنا ايش صاير عندك؟ محتاج اكو شيء؟ يقول ما خلى المجلس، فبالليل او يوم الاخر هم جينا هم شفنا الشايب هذا اجا. يقول اجا فخفنا انه هم مره اخرى يخربط علينا المجلس، بس من بعيد صح له قال له انزل وتعال الروح يم الضريح نقرا مو هنا، اقسم عليك باب الفضل. وأخذ يكذب نفسه ويقول له أنا أكذب أنا لا شيء أنا كذا، يسب نفسه أمامنا تعجبنا. يقول راح وراء أخذ بإيده وراح وراء قال له أمس لما جيتك أنا كنت أطلب من العباس أو من أهل البيت من أمير المؤمنين أن يرزقني ولدا، فطاني ولد قبل 19 سنة، لكن فد مرة تمرض أو صار حادث دخل بالكومة، تمرض دخل بالكومة ما فاق إلى البارحة. فأنا قلت أروح وين أطلبنا؟ قلت أطلبنا من العباس. قالوا العباس عنده ما يأمره الحسين عليه السلام. قلت أطلبه من العباس وأجيبنا. فجيت شنت قبل ساعتين البارحة قبل لا أجيك، قبل ساعة شنت بالهوتيل أو المكان المعد إلي، خابروني أهلي بويا وين وصل الأمر؟ قالوا والله مات ابنك، ارجع
نريد ندفن. وأنا جيتك إيش قلت لك؟ جيتك عتيتك من رقبتك وقلت لك انزل، ما يحتاج هذا كله كذب. حاج متجرئ على الساحة القدسية العباسية، قال له واليوم؟ قال له اليوم حدث حادث عجيب، أول الصباح